بعد سيطرة المسلمين على جزيرة العرب، وجد المنافقون أن ملك المسلمين أصبح عظيماً وأن بلادهم اتسعت رقعتها، وإذا ما أرادوا السيطرة على أمر الخلافة لا بد برأيهم أن الطريق إلى ذلك لا يكون إلا بقتل النبي صلى الله عليه وآله. لذلك لجأ المشركون والمنافقون والمتظاهرون بالإسلام إلى عدة محاولات لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله. لم تستطع قريش التصدي لدعوة النبي صلى الله عليه وآله، فأخذوا يشكونه لعمه أبي طالب وينازعونه عليه. ففي الرواية أن قريشا حين عرفت أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول الله صلى الله عليه وآله وإسلامه إليهم، مشوا إليه بفتى فقالوا له: يا أبا طالب، هذا عمارة ابني فليذة كبدي، أنهد فتى في قريش وأجمله، خذ فلك عقله ونصره، اتخذه ولدا لك وأسلم إلينا ابن أخيك لنقتله، إنما هو رجل برجل. والله لبئس ما تسومونني به، ولبئس البدل بين محمد أو أي شاب من العرب. أتعطونني ابنكم أخذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ والله هذا لن يكون أبدا. بقيت قريش متربصة الشر بالنبي صلى الله عليه وآله، لذلك حينما حوصر المسلمون في شعب أبي طالب، كان أبو طالب يسهر على حراسة النبي وينيمه في موضع يراه الناس، ثم يقيمه وينيم ولده الإمام علي مكانه، حذرا من أن تغتاله قريش. بعد محاولات فاشلة لقتل النبي، اعتمدت قريش خطة جديدة مفادها أن يخرج من كل بطن لقريش شاب فيضربون محمداً بأسيافهم جميعاً حتى يتفرق دمه في القبائل كلها. فنزل جبرائيل على رسول الله وأخبره بكيدهم، فدعا رسول الله أمير المؤمنين وطلب منه أن يبيت في فراشه، فأنجاه الله منهم. بعد أن فشلت قريش في مؤامرتها ليلة المبيت، جعلت لمن يأخذ رسول الله 100 إبل، فخرج سراقة بن مالك بن جعشم في طلب محمد، وعندما لحق به دعا رسول الله: اللهم اكفني شر سراقة، فساخت قوائم فرسه وثنى رجله. في السنة 4 للهجرة ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بني النضير يستقرضهم دية رجلين قتلهما رجل من أصحابه غيلة، وقصد كعب بن الأشرف. فلما دخل على كعب ومعه جمع من أصحابه، رحب بهم وقام كأنه يصنع لهم الطعام، وحدث نفسه أن يقتل رسول الله ثم أصحابه. فنزل جبرائيل وأخبر النبي بذلك، فقام رسول الله ورجع إلى المدينة. لما فتح رسول الله خيبر، شاورت زينب بنت الحارث اليهود في السموم، فأجمعوا لها على سم قاتل، فعمدت إلى عنز لها وذبحتها ثم سمتها. في طريق العودة من تبوك إلى المدينة، تآمر 12 منافقاً من الصحابة على قتل رسول الله، واتفقوا على أن يكمنوا ليلاً في عقبة في الطريق وينفروا بناقة الرسول. أن الله تعالى أخبر رسوله بمكرهم، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله تلك العقبة، نادى مناديه للناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله آخذ العقبة فلا يأخذها أحد، واسلكوا بطن الوادي فإنه أسهل لكم وأوسع. فسلك الناس
بطن الوادي إلا النفر الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وآله. لما سمعوا ذلك استعدوا وغطوا وجوههم، فبين رسول الله صلى الله عليه وآله يسير من العقبة أو في العقبة إذ سمع حس القوم وقد غشوه، فنفروا ناقته حتى سقط بعض متاعه، فغضب صلى الله عليه وآله وأمر حذيفة أن يرجع فيردهم، فرجع إليهم وبيده محجن عصا كبيرة يضرب وجوه رواحلهم، وقال إليكم إليكم يا أعداء الله.